20 لاعب في 3 مباريات رقم كبير. طب معلش يا دكتور، واحنا بنتكلم وصول لفريق النادي الاهلي كابتن حسام عاشور، وصول الفريق الى ملعب الجيش في برج العرب، كابتن احمد فتحي كباتن ونجوم النادي الاهلي متواجدين امام حضراتكم على الهواء مباشره من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. وبرده بس اول ما نخلص اللايف اللي معانا دلوقتي هقول لحضراتكم خبر يسعد حضراتكم جدا، والخبر اللي انا هقوله لكم ده خبر سعيد بحضراتكم، وخبر عمره ما كان هيحصل الا من خلال جمهور النادي الاهلي، هقوله لحضراتكم بعد قليل. محمد مجدي قفشه، محمد الشناوي، صلاح محسن، هل سيبدا المباراه النهارده هو ولا وليد ازارو؟ هنشوف التشكيله الرئيسيه بعد قليل. هتكون معانا مراسلنا وزميلنا شريف شعبان من ملعب المباراه، محمد هاني، وبقيه اللاعبين الان ياسر ابراهيم او شريف اكرامي ووليد ازار. طيب ده وصول لاعبو النادي الاهلي الى ملعب الجيش.